سلام. ايه مالك؟ لا مليش. اول مره تعمل مساج؟ اول مره براني. جديده براني دي. برا البيت يعني. طب وجوه البيت مين اللي كان بيعمل لك مساج؟ ام علي طليقتي. كانت شاطره؟ والله انا كنت فاكرها شاطره، بس طلع ان موضوع الخبره ده بيفرق. لا بيفرق يعني. ما تناديه انت، قلت له في اوضه من دول يا ست. انت ما يصحش كده، من فضلك ما تعليش صوتك. يا عمر الحق يا عمر. ده شماته. شماته ايه بس؟ مش مشكله، اهدى. يا عمر الواد شاسح في المسجل. يا عمر شماته اهو. على اهدى ايه؟ اهدى ايه بس يا عمر؟ الله لا جاي لك يا شماته. رايح فين؟ يقول لك الونش هيسحب الموتوسيكل، هلحقه حالا. ايه ده؟ انت ما قلقتش؟ هقلع اكتر من كده. ايه كده زي الفل؟ جالك يا شماته. انت يا عم الموتوسيكل يا عم عاجبك كده؟ انت واقف ايه؟ اباجوره مش تمنحهم ياخدوا الموتوسيكل. ما انا فضلت بنحهم وهم دخلت لك خدونا على اخوانا، ده خد الموتوسيكل وجري. يا عمر هتفضل طول عمرك خيبه كمان. مش عاجب الحق عليا، رجعت لك عشان احذرك يا عمر. لا تقل ادبك، النضاره اللي انت لابسها والموتوسيكل اتاخد. ايه ده؟ يلا وانا هاخد تاكسي اروح اجيب الموتوسيكل. ايه ده؟ هو هيروح مني فين يعني؟ انا اقدر ارتبها له تاني. صاحبه رجع فجأة لما الونش صاحب الموتوسيكل بتاعه، رجع عشان يقول له ما كانش في حد عندك من البنات اخدي وصاحبه ولا ما تخلصي؟ الموضوع جه فجأة ما لحقتش اتصرف. خسارة، كنت عايزة أعرف بيخون مراته ولا لأ. طيب ابقي كلميني لو جيلك تاني. صحيح يا باشا، دار أمان. ما كنتش متخيل سعادتك ان ساره هتاخد الموضوع جد للدرجه دي وبالسرعه دي. وطبعا اللواء جلال لما شاف فرق الاسعار والمكسب اللي هيجيله من وراها راح حبسه 300 كاميرا. بيني وبينك يا باشا، مصلحه في الجون، عرض ما يتعوضش. طب وعرض الكاميرات ده جاي بنوع واحد ولا باكتر من نوع؟ لا اكتر من نوع. كلهم نفس الماركه؟ لا يا باشا، ماركات مختلفه. وعارف انت ماركه الكاميرا اللي اخترتها؟ ها؟ طبعا يا باشا، والا ما كنتش اخترتها. تحب اجيب لك صوره من عرض الاسعار؟ لا مش مهم. هو في حاجه قلقت سعادتك؟ سرعه وصول عرض الاسعار. لا يا باشا، اصل سعادتك ما تعرفش ساره دي سيدة أعمال درجة أولى، نظام، مواعيد، انضباط، حاجة كده من ورا الخيال. بس ده ما يمنعش برضه إنك لازم تاخد بالك وتركز معاه كويس أوي. ما تقلقش يا خالد بيه، أنا من كتر تركيزي هناك تقريباً ما بنامش. غلط، لازم تنام كويس علشان تحافظ على تركيزك. قلة النوم تشتت تفكيرك. أنت ناسي مشوار اسكندرية؟ اوعى تقول لي هنضرب سمك تاني. لا مش هقول لك ولا حاجه، بس فاكر حصل فيك ايه يوميها؟ وده يوم يتنسي؟ يوم ايه يا باشا؟ دول يومين تطبيق. ده الفرق، تنام كويس، تفكر كويس، تتصرف صح. زي تشتغل كتير، تغلط كتير، تتجازى. ما تشتغلش، ما تغلطش، تتكافئ. عمر دعابه يا خالد بيه، دعابه. المهم سالم داخل على مهمه جامده قوي، عايزك تجيب لي تفاصيلها. يبقى خلاص احجز وسافر على طول. لا 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 استنى، لازم نستنى. في امر توريد كاميرات مراقبه لمصلحه حكوميه، لازم يجي لكم الشركه وانت اللي تركب. طب ازاي؟ معلش يا باشا، اعتبر ان الامر جه ورحت وركبته. ايه الغرض بقى؟ الغرض بقى لما ترجع تاني وانت قاعد انت وسالم بترغوا كده مع بعض، ترميها له في وسط الكلام انك رحت ركبت كاميرات في المكان ده. اللي هو ايه بقى سعادتك؟ مبنى محافظة القاهرة.
عارفه؟ رحت مرة عشان أقدم على شقة بس ما حصلش نصيب. بس دي مرمية كبيرة أوي سعادتك. ما هو أنت مش رايح تركب كاميرات لمبنى المحافظة كله؟ المطلوب إنك تركب كاميرات في أوضة سكرتير المحافظ. الأوضة دي اللي بيستنى فيها الضيوف اللي طالبين مقابلة المحافظ. المونيتور طبعاً هيبقى في أوضة سيادة المحافظ نفسه. وده طبعاً عشان سيادته يتابع اللي بيحصل بره في السكرتاري. عماد. أيوه يا عم. ايه انت زهرت؟ هل هلالك يا عم؟ ازيك يا ولع؟ احمده على كل حال. ايه هو سالم؟ سالم؟ جاي لك يا عم سهيل. اتنين سعير مع حسام. وين رايح هالزلمه؟ يعني هيكون رايح فين؟ اكيد بيعمل باراشوت. مساء الخير. مساء النور. طمنيني يا عم حوده عامل ايه؟ ايه اخبار؟ الحمد لله بس لسه ما فيش اخبار جديده. طب مدام سهيره ما عملتش حاجه؟ تحاول على قد ما تقدر. طيب معلش. ربنا كبير ان شاء الله هيعدي من الامتحان اللي هو بيمر بيه ده. بعد اذنك اتفضل. العب العب شاي وشيشه والعب. كله جاي لك حمامه. حاضر. يعني انت بتغيب كل الايام ولما بتجي حضرتك بتروح بتسلم على الحريم وبتترك الرجال؟ اسكت يا عم رياض خليني بقى ساكت خالص عشان انا شايل من الرجال دول على الاخر. ها شنو هاي؟ ليش؟ ايه اللي ليش؟ يعني انتوا مستغربين ان انا ما جيتش سلمت عليكم ومش مستغربين نفسكم لما غبت كام يوم محدش سأل عليا يشوفني فين جرالي ايه محدش عبرني وقاعدين عادي تلعبوا طاولة بتشربوا مشاريب وشيشة ومبسوطين سندوتشات. تسلم يا حسام. صحتك. حتى الراجل المفروض ان هو بلدياتي ويسأل عليا ويطمن عليا ما كلفش خاطره قام عشان يسلم عليا لما جيت. نعم نعم الله عليك. انت فين بقى؟ استنى بسم الله الأول. يعني أنت كنت صنت العيش والملح القديم اللي بينا لما نجدده عم سالم؟ آه لا ده أنت بقى تستأذن عمك سهيل وعمك رياض وتقوم معايا عشان أنت ليلتك طويلة خالص. يلا يا عم قوم. طب مؤاخذة يا عم. اتفضل براحتك. مالك بقى لابس وش الرخامة دي؟ عاوز الصور بتاعتي. صور في الحفظ وسطه؟ لا يا معلم الحفظ الصوني الوحيد إن هما يبقوا جوه حضني وفي إيدي. ماشي كلام. سك على الطلبات يا ولع. يلا يلا إيه هنروح فين؟ إيه اللي هنروح فين؟ هديك الصور. يا عم انت منعش كده يلا. اصبر 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 انا هقول لك بقى. تو مينتس اونلي وي جو.